بيبربش لي بعينيه. بيبربش لك بعينيه وهو ميت. ما هو النار كان بيفتحه. يا رب ما تخطنيش، اعمل معروف السلاح في ايدي. انا قصدي دي اول مره بعلق فيها المتوازي. شيء فظيع ان احنا نعلن وفاة حد ونروح نصلي عليه وندفنه كمان وهو لسه حي يرزق. هي دي تخاريف ولا احلام؟ لا للاسف دي حقيقه من تجارب ناس اتدفنت وهي لسه فيها الروح. ودي حصلت في فرنسا سنه 1939. اما شاب مات في حادثه موتوسيكل واعلن وفاته ودفنوه، ولكن ساعه دفع التعويضات شركه التامين قالت لازم تخرج جثته عشان تعرف سبب الوفاه وتشرحه. الطب الشرعي بقى لقى ان لسه جثته ما ظهرش عليه اي علامه من علامات الوفاه، يعني ولا في بروده ولا في اي تصلب الجثه، لا دي لقيته لسه كمان دافي. والغريب بقى انه ابتدى يحرك ذراعه ورجليه وعضلاته، يعني رجع للحياه وعاش كمان 24 سنه تاني. وفي حالات كمان في مصر سمعنا عنها ان اشخاص دفنوا احياء واعلنوا عنها، ويمكن في حالة مشهورة ان في فنان حصلت له كده والله اعلم. ده بقى موضوع حلقتنا النهاردة عن ظاهرة اسمها الموت الظاهري او الاحياء المعلق. هما ليه سموا الظاهرة دي بالموت الظاهري؟ الموت الظاهري لان الظاهر كده اول ما تشوف الشخص ده يتهيألك انه مات. ليه؟ لان ما بيبقاش فيه نبض عنده ولا فيه تنفس ولا فيه اي رد فعل، ولكن لو نقلته للمستشفى واخد صدمه كهربائيه ورعايه تلاقيه قام وفاق وبقى زي الفل، يعني انت كده شخصت انه ميت ولكن هو حي يرزق. يعني اللي حصل ده عشان خاطر القلب بيتوقف مدة بسيطة ولكن المخ لسه شغال، يعني بيبقى شبه الموت بس مش موت حقيقي. وقالوا عن الظاهرة دي بتظهر في مين؟ بتظهر في الناس اللي بتغرق، اللي هم الغرقانين أو المسروقين بالكهرباء أو المتسممين بالمهدئات والمنومات، وكمان اللي بيمارسوا رياضة اليوجا يقدروا يعملوها. يعملوها ازاي؟ انهم يقللوا التنفس قوي، يقللوا النبض قوي، فيبانوا انهم ميتين ولكن هم مش ميتين. وقالوا من عجائب الطبيعة ان الظاهرة دي كمان موجودة في الحيوانات، زي اول حيوان اسمه ابو الصوم. ابو الصوم ده عامل زي الثعلب، بيبقى خايف من ان اي كائن مفترس يجي ياكله، فيتظاهر بانه ميت، انه يعمل ايه؟ يغمض عينيه وينام على جنبه ويقوم مطلع لسانه ويطلع كمان سائل اخضر من بقه وريحته وحشة. فطبعا اي كائن مفترس اول ما يجي يلاقي حاجة ميتة لا ما يرضاش ياكلها ويمشي. وبيحصل كمان في مين؟ في الثعالب، وكمان في النمل الناري، وبعض من الاسماك، وبعض من الافاعي. هو الهدف من الحلقة دي ايه؟ الهدف ان انا عايزة اقول لكم ان تشخيص الوفاة مش سهل، لازم يكون عن طريق طبيب. تاني حاجة ان احنا نركز قوي في تشخيص حالات معينة، تشخيص الوفاة في حالات معينة اللي هم الغرقانين، المسحوقين بالكهرباء، المتسممين بالمنومات. تالت حاجة اكرام الميت طبعا سرعة دفنه، ولكن يستحسن ان احنا ندفن الاموات بعد مرور على الاقل 4 ساعات من الوفاة عشان تكون ظهرت علامات مؤكدة للوفاة. حتى من الخوف عملوا توابيت سموها توابيت الأمان في إيطاليا، دي بيدفنوا الميت ومعاه حبل، الحبل متوصل لبره المكان بجرس، بحيث إنه لو دفنوه صاحي هو هيقوم محرك الحبل والجرس هيسمعوه الناس اللي بره، وكمان بيدفنوا معاه أكسجين عشان للاحتياط. يعني الظاهرة دي مش موت حقيقي ولكن مجازا نقدر نقول عامله زي النوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، صدق الله العظيم. سوره الزمر.